المشكلة أن كل شيء بالداخل هنا واضح، الأمر الواقع هنا واضح، ولكن هناك رسائل سلبية من قبل البعض الذين يريدون أن يصدروا صورة خاطئة عن مصر. مصر تزدهر وتحقق تقدم. إذا ما قمتم بزيارة أو دراسة لمصر بشأن السنوات السبع الأخيرة ستجد النتائج هائلة بشكل لا يصدق. العاصمة الإدارية الجديدة بعيدة عن القاهرة بخمسين كيلو متر، حجمها ثلاثة أضعاف القاهرة بالكامل، مساحتها ضعف القاهرة 3 مرات. القرية الذكية، سيكون هناك نقل لهذه العاصمة خلال شهور قليلة. الرئاسة والحكومة والبرلمان، وسوف ينتقل الكثيرون إلى هناك. هناك وحدات سكنية بالفعل مكتملة الإنشاء، الطاقة الخضراء والمرافق المتطورة. الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهرين أعلن عن الجمهورية الثانية، وهذا يعني الكثير لحياة الشعب وحياة الناس وحقوقهم. منذ أسبوعين أعلن عن إلغاء حالة الطوارئ التي أعلن عنها منذ 10 سنوات. الآن مصر ليس بها حالة طوارئ بسبب الأمن والاستقرار في مصر، في ربوع مصر كلها. نحن نهزم الإرهاب الذي يقف أمام الإنسانية ويقف أمام كل ما نحققه من تقدم. الإخوان المسلمون لا علاقة لهم بالشعائر الإسلامية والفكر الإسلامي، نحن نهزمهم. أعتقد أن مصر آمنة ومستقرة وتحقق تقدم. إذا ما رأيتم ما حققناه، معدل النمو تجاوز 5.6%. أيضا نسبة الإشغال في الفنادق تصل إلى 90%. السياحة تعود بشكل كامل لكل المدن. اكتشافات الغاز والنفط تزدهر وتتسع. أيضا الشركة الإيطالية تستثمر الكثير في البحر المتوسط وفي الأراضي المصرية، ونجحوا في تلبية الطلب الداخلي، ونحن نصدر إلى أوروبا وأسواق أخرى. إذا ما درستم ما حدث في كل محافظة، 28 محافظة، ستجد تغير كبير. مشروع ضخم يتم في المدارس وفي المرافق. فوائد هذا المشروع سوف تلمس 58 مليون نسمة من الشعب المصري. حياة جديدة، مساكن جديدة، أسلوب معيشة مختلف. المشروع خلال 4 سنوات سوف يكلف 700 مليار جنيه، يركز على الفئات الأكثر فقرا بين الشعب. إجمالي المشروع في 7 سنوات 14,000 مشروع مختلف ضمن خطة هذا المشروع. الزراعة، الصناعة، الإسكان، التعليم، الرعاية الصحية. مصر تزدهر، وهذا مثال جيد على سرعة النمو التي تحدث في كل ربوع مصر. أعتقد أن هذه نقطة تحول. الرئيس السيسي عندما ألقى خطابا وتحدث على ما حدث على مدار 6 سنوات مقارنة بما حدث على مدار 20 عاما مضت، هذه رسالة. ما حدث في 6 سنوات يتجاوز ما حدث خلال 20 عاما. هذا أسلوب حياة جديد في مصر. بعض المعلومات والتقارير تتحدث عن ما ننوي القيام به في الجمهورية الثانية التي أعلن عنها الرئيس.